صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. This is our verb 96 and the verb for today is ذكر. ذكر is a form 2 Arabic verb and the clue would be how to know this is a doubled verb is because if there's shadda in the middle. Again, the letter ذا here at the beginning, it's pronounced as the TH in this and that. However, in dialect, people tend to replace it with Z for zebra and it means to remind of ذكر or ذكر. Let's have a look at the past tense. أنا ذكرت, أنت ذكرت, أنت ذكرتي, نحن ذكرنا, أنتو ذكرتو, هو ذكر, هي ذكرت, هن ذكروا. أنا ذكرت, أنت ذكرت, أنت ذكرتي, نحن ذكرنا, أنتو ذكرتو, هو ذكر, هي ذكرت, هن ذكروا. Now I'll give the other option a read. أنا ذكرت, أنت ذكرت, أنت ذكرتي, نحن ذكرنا, أنتو ذكرتو, هو ذكر, هي ذكرت, هن ذكروا. أنا ذكرت, أنت ذكرت, أنت ذكرتي, نحن ذكرنا, أنتو ذكرتو, هو ذكر, هي ذكرت, هن ذكروا. You be the judge and you choose either of the pronunciation and it does not matter. The be prefix present tense. أنا بذكر, أنت بتذكر, أنت بتذكري, نحن بنذكر, أنتو بتذكروا, هو بيذكر, هي بتذكر, هن بيذكروا. أنا بذكر, أنت بتذكر, أنت بتذكري, نحن بنذكر, أنتو بتذكروا, هو بيذكر, هي بتذكر, هن بيذكروا. I'll read with the other pronunciation as well. أنا بذكر, أنت بتذكر, أنت بتذكري, نحن بنذكر, أنتو بتذكروا, هو بيذكر, هي بتذكر, هن بيذكروا. أنا بذكر, أنت بتذكر, أنت بتذكري, نحن بنذكر, أنتو بتذكروا, هو بيذكر, هي بتذكر, هن بيذكروا. The future tense. أنا رح ذكر, أنت رح تذكر, أنت رح تذكري, نحن رح نذكر, أنتو رح تذكروا, هو رح يذكر, هي رح تذكر, هن رح يذكروا. أنا رح ذكر, أنت رح تذكر, أنت رح تذكري, نحن رح نذكر, أنتو رح تذكروا, هو رح يذكر, هي رح تذكر, هن رح يذكروا. The passive مذكر, مذكر, مذكر. The verbal noun التذكير, التذكير, mentioning or reminding, التذكير. The imperative ذكر, ذكري, ذكروا, ذكر, ذكري, ذكروا, ذكر, ذكري, ذكروا. The active participle مذكر, مذكرة, مذكرين, مذكر, مذكرة, مذكرين. As usual, we've got a number of examples for you. أنا ما ذكرته بموعد الاجتماع وتأخرت. أنا ما ذكرته بموعد الاجتماع وتأخرت. أنا ما ذكرته, I did not remind him, بموعد, the appointment, the date, the time, الاجتماع, the meeting, وتأخرت, and I got delayed. أنت ذكرت أحمد أنه الطريق مسكر بسبب المطر. أنت ذكرت, did you remind, أحمد is أحمد, أنه that, الطريق, the road, the way, مسكر, closed, بسبب, because of, المطر, the rain. أنت ذكرت أحمد أنه الطريق مسكر بسبب المطر. Did you remind Ahmad that the road is closed or shut because of the rain? مش رايح ذكرها لأنه قلت لها أكثر من مرة وما حلوة.
مش رايح أذكرها لأنه قلت لها أكثر من مرة وما حلوة. مش رايح I'm not going to ذكرها to remind her لأنه because لأنه قلت لها I told her أكثر من مرة more than once وما حلوة and it's not nice to do so. هو رح يذكرك بس يشوفك. هو رح يذكرك بس يشوفك. هو رح يذكرك he will remind you بس يشوفك when he sees you. لو رحت أكيد ذكرني وأنا ببعث لك العنوان. لو رحت أكيد ذكرني وأنا ببعث لك العنوان. لو رحت أكيد if you go for sure ذكرني remind me وأنا ببعث لك العنوان and I will send you the address. فيك تذكرهم أنه الموعد تقدم. فيك تذكرهم أنه الموعد تقدم. فيك تذكرهم can you remind them هون them أنه that الموعد the appointment the meeting تقدم brought forward تقدم brought forward meaning that the meeting has come forward so we are instead of meeting at 12 we're meeting at 10. فيك تذكرهم أنه الموعد تقدم. ما بقدر أذكرهم لأنه مش رايح صوبهم اليوم. ما بقدر أذكرهم I cannot remind them لأنه because مش رايح صوبهم I'm not going to see them اليوم today. ما بقدر أذكرهم لأنه مش رايح صوبهم اليوم. Let's have a look at the present continuous. أنا عم ذكر، أنت عم تذكر، أنتي عم تذكري، نحن عم نذكر، أنتو عم تذكروا، هو عم يذكر، هي عم تذكر، هن عم يذكروا. أنا عم ذكر، أنت عم تذكر، أنتي عم تذكري، نحن عم نذكر، أنتو عم تذكروا، هو عم يذكر، هي عم تذكر، هن عم يذكروا. The near future going to form. أنا رايح أذكر، أنت رايح تذكر، أنت رايح تذكري، نحن رايحين نذكر، أنتو رايحين تذكروا، هو رايح يذكر، هي رايح تذكر، هن رايحين يذكروا. أنا رايح أذكر، أنت رايح تذكر، أنت رايح تذكري، نحن رايحين نذكر، أنتو رايحين تذكروا، هو رايح يذكر، هي رايح تذكر، هن رايحين يذكروا. The same examples, I'll give them another read. أنا ما ذكرته بموعد الاجتماع وتأخرت. أنت ذكرت أحمد إنه الطريق مسكر بسبب المطر. مش رايح ذكرها لأنه قلت لها أكثر من مرة وما حلوة. هو رح يذكرك بس يشوفك. لو رحت أكيد ذكرني وأنا ببعث لك العنوان. فيك تذكرهم أنه الموعد تقدم. ما بقدر ذكرهم لأنه مش رايح صوبهم اليوم. Great guys, and with that, I'll end the session. Hope you enjoyed it and found it helpful. This was our third session, bringing same verb written with the same letters, but different meaning, different forms. Hope you enjoyed it, found it helpful. Till next time, stay safe. Ma'a salama.